باب كنا ردنا كعرينا وحير باب استحباب التهجير لمسافر الرجوع إلى أهله إذا قضى حاجته مسافر كوعين وغير كيس أسود دبدب مركو دلتي سلام ما يستو عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحير السفر قطعة من العذاب سفر كواقيب عذاب كم إذاها ويمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه بؤدي إليا فإذا قضى أحدكم نهمته حاجري سقفكم مركو سفر كيس كقوتو فليعجل إلى أهلها وسود دقدق متفق عليه نهمته نوى مقصوده باب استحباب القدوم على أهله نهارا قفك وعين مال غير كيس ويمادو يا وكراهيته في الليل لغير حاجة همين إن رارك سوغل كراهية وشرع كراهيستي عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحير إذا أطال أحدكم الغيبة مقران شاه قفكم مركو ديرادو فلا يطرقن أهله ليلا غير كيس ينهمين من وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى وحو نهي أن يطرق الرجل أهله ليلا همين إن ننكر غير كيس أسوغل متفق عليه وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله ليلا وكان يأتيهم غدوة برق أسو قرجري أو عشية أما قلب متفق عليها الطرق وحويا معنهيس المجيء في الليل وهمنك يليماد باب ما يقوله إذا رجع وإذا رأى بلدته قفكم مركي أو سفر كسون نقضى ومغالدي سينا كسو بحوحو أران لها باب كيدي ويان فيه حديث ابن عمر السابق وكجر في باب تكبير المسافر إلى صعد ثنايا وباب كان صور دافني حديث كان صور دافني وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال خير أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نبي إلى هيبان مرل الصون نقني حتى إذا كنا مركان سوق قادني بين ظهر المدينة مقالة المدينة دبر كذا قال النبي وحير آئبون وحانا هيكو يصون نقضي التائبون التوبة كان يعابدون عابدين تاها لربنا ربك يغن حامدون وانكم مهد هينا فلم يزل نبي مونا كزل يقول ذلك إن الدعاء وضو حتى قدمنا المدينة إلى مقالة مدينة أن كنمد رواه مسلم بحديث كوريي باب استحباب ابتداء القادم بالمسجد جعليسك وشرعك جعليسك قف مركو سفر كي ما دنا إنو مساجد ككب اللاب وإنتو نرير كيسا تقن إنو مساجد ككوهر رأيو الذي في جواري تنوى مهم مساجد ككوهر رأيوك ومقام قاقا الذي في جواري مساجد كجار كاقا أها آيات كب اللاب إيسا يو صلاتي فيه ركعتين إن الله برك عدد كتك مساجد كاس عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر نبي قوحوها قرق السفر كي مادو بدأ بالمسجد مساجد كوكب الله بجري وفركع فيه ركعتين الله برك عدد كتك جري متفق عليه تنوى سنياش من تعمد وعيكاتك تيو قفكم مركو السفر كي مادو انت بالمانت دا حافظا بالوه الرياء يقريها لكن سنه وحوية هاي وان اد مساجد كسوه الرئيس لبرك عدد كتو كتو دادك اساركتان عرورت اساركتان وركا وحافظ سيقالو كدب الحافظ دي كدن بيسو لكن واسم ياشا مانتا لنتي بيكمتهي اوحكو عمل فريقون بضنين باب تحريم سفر المرأة وحدها تنباب حويهي ناقتو كليجيد إني سفر قشو يدون المحرم لسعونين حارانتا ايتا هاديحي تادد كلاو المحرم هاينا اسلا السعودان وقيا يدنا حارانتا ولي ويتاقنتا ينقف محرم هواينو للسعودو عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحويري لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ناد حلال أمأها
إلهي إيا النبي إيا قيامها الرميسا تسافر إني سفرت مصيرة يوم وليلة همين إيا مال ميلو صور إني أسفرت حلال أمأها إلا مع ذي محرم عليها قف محرم أها إنو لسعد موين ميل همين إيا مال لو صور إني أسفرت أي أدقاق داي وحاران إنو محرم لسعد موين محرم كنا وأيو دو قف جي أنجين أنجورسن كرينين أويل كيدي ووالال كيد وأبتي كيد وأدير كيد وأبهد أووويد قفنو عاسي إنو لسعد موين إني كيلي جيت سفرت أم بنانا. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول نبي كم قال يا سغوري لا يخلون رجل بامرأة لا يخلون أي نجون إلا نقن أونجون إلا نقن أونجون إلا نقن رجل بامرأة ناك إلا ومعه ذو محرم إنه محرم لجوج مويل ولا تسافر المرأة ناك تنمى السفر كرتو إلا مع ذي محرم محرم إنه لصعد مويل فقال رجل من بير يا رسول الله إن امرأة ناك تيد خرجت ويبحت حاجة حجبي أبحضي وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا أنا أقول وحن كقرنا غزوة هلكا أي هلكا أهي محن سمايا قال النبي الحر انطلق صعق وفحج مع امرأتك مع امرأتك ناكتا للحج متفق عليه مركا ناكتا وعورة وضعيف وهيل بسل نهيل بكل دي بسل لقف كستا أيو ديار ويهيون وعنو مركا إلالي فربضان بيوباهان تهي سادر هذا بشرع قولي يهي ناكتو سفر مقالي كرتو إنو محرم للسعود موين سفر كواحا كبحي مقالة دحدة دي محرم يدا ومباهنا مقالة دحدة دي محرم ومباهنا ماشي تغيسو لكن سفر انها دي نقوتو وغريبا اي اصفر سمين همين يمان لو سعودو وإنو للسعودو قف محرم كاريئه وإلا سفر كاسحاران أيون نقون هيا وأنا أرمها ما أنت آدم باهي رقي الدمر كي بحق السفر كده محام محرمي محام محرمي من متاقنا ملكا قبل دي ما أنت هذي الدونتين الدقاق دو محرم ما اللي إذا هي مسمى ليسو آشا سنو مطالو وأن بابور كهل قال راعا أما ديارة دو وقت غيب بحضا مويا ملكا وحاميه ما يقفك الدمر كي ملكي مال السفر يسو إن أي محرم أي لصعوت أين كلي يديسك السفر قال رحمه الله تعالى كتاب الفضائل باب فضل قراءة القرآن فضائل وأعماش فضائل تل كتاب كذوي وحون كسو رسي قراءة القرآن قرآن كوال آخر فضل أوليه عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن قرآن كآخرية فإنه يأتي يوم القيامة بوئما شفيعا حال صغوها كي أشفيع قاضيا لأصحابه دكي لازم جري رواه مسلم بحديث كنوريي وعن النواس بن مسمع رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى يوم القيامة بالقرآن قيامها وحال كان قرآن كي وآله الذين كانوا يعملون به في الدنيا أصدق الله سعلا إهل كيسي كعمل فلجري قرآن كوي تقدمه هر سعوته سورة البقرة وآل عمران تحاجاني وحي كالدوضيان أي دفاعيا عن صاحبهما صاحب كوت رواه مسلم بحديث كما رواه عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وحايدن كو خير بضان قفك قرآن كبرتا اسندت كبرا ساس النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري وعن عائشة
رضي الله تعالى عنها قالت حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به قفك القرآن كأخري أصبح حريف كوأها مع السفرة ملائكة السفرة ليرهدوا معيديها الكرام كرامة البدن البرر إباريين تأها والذي يقرأ القرآن قفك القرآن كأخري ويتتعتع فيه أصبح كن نقنقنها يوكو العلينها وهو عليه الشاق قرآن كنه كو أدقيه له أجران قفكاس لبا أجر بوليه متفق عليه وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن قفك مؤمن كقرآن كآخره مثل الأترجة أترجة ذا سلم ديه ومرع جيد مره جيدك أترجده ريحها طيب أركد ونكسنيه وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن قفك مؤمن كان قرآن آخرين كمثل التمرة بلمديه تمرت لا ريح لها وطعمها حلو وين معانت أرنا مرع ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن منافق قرآن كآخريا كمثل الريحانة جيد كالريحانة ذا ليلاد لم يديها جيد كريحها طيب أرؤد جون بيلادها وطعمها مر بعد أن كذن وقداد ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن منافق قرآن كآخرين كمثل الحنظلة أنهم دامير أدن لم يديها ليس لها ريح وطعمها مر متفق عليه وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي وحييري إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما قرآن كان دب إلهي كرعه قاضا وكويك عمل فلئه ويضع به الآخرين ددك لنا إلهي هوسب أقود الدعية رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين لبقف أمبا لك منكرا ننكهر ورجل آتى الله القرآن قف إله قرآن سيي فهو ننك سيقوم به وحكت كذا قرآنك آناء الليل وآناء النهار همينك يمالك ساعدك مذها كلبان ورجل آتاه الله مالا وقف إله مال سييهم فهو ينفقه مالك وبحين يا آناء الليل وآناء النهار متفق عليه والآناء الساعات وعن البراء رضي الله تعالى عنه قال كان رجل نمباجري ننكاسو يقرأ سورة الكهف أخريي وعنده فرس فأكتسنا فرس بها مربوط كحنا بشطنين لبحرك فتغشت صحابة فق أيان ننكي صوت دبالي كسو دلدلي وفجعل التدنو فتكيب كسو دوادي وجعل فرسه ينفر منها فرس كنا وحب الله بفتك إنو كعر رأي الضرورتي فلما أصبح قلك وبريستي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك فذكر له ذلك نبي وارنت أشياء فقال النبي وحكور تلك السكينة تاسي وحي هاي الملائك تنزلت أسودتنا للقرآن متفقا عليه الشطن بفتح الشين المعجمة والطاء المهملة الحبل وحرق وعن المسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا قفك حرف أخريا من كتاب الله فله حسنة أجرب لي والحسنة بعشر أمثالها حسنة طبن بالله غلفا لا أقول ألف لا ميم حرف ولكن ألف حرف ولا من حرف وميم حرف رواه الترمذي البخاري وقال حديث حسن صحيح وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن قفك أون علوشس قرآنك وحبه أون كججر كالبيت الخارب قري لك قري وكلب لم يديهي رواه الترمذي البخاري وقال حديث حسن صحيح وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن قفك قرآن كاللازم وحال قرآن
اقرأ أخري أو ارتقي كر أو ورتل تجويدي كما كنت ترتل في الدنيا أدونك سر تجويد جرتي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها منزل ذاذو وآية قدام بيسا القرآن كآخر ذو رواه أبو داود أي أمرية والترمذي وقال حديث حسن صحيح وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والله أعلم.